أستاذ سليمان حمد أبو محمد، أهلا وسهلا. ولدت عام 1929 في قرية المغار من قضاء اللد والقضاء الرملة. نعم. قضاء الرملة، حدثنا عن تلك المنطقة، ماذا قيل لك عن الفترة التي ولدت فيها؟ يعني بعض أوقات الواحد أم وأبوه أو جماعته بيحطوا بيقولوا له والله السنة اللي ولدت فيها أنت صار كذا صار كذا، أو أحوال الناس في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن عمل بسنته إلى يوم الدين. بادئ ذي بدء أشكر الإخوة في قناة الحوار الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة لندلي بتجربتنا في هذه الحياة الدنيا، عسى أن يستفيد منها إخواننا من الصغار والكبار. أنا اسمي سليمان حسن إسماعيل حمد، من مواليد 18/5/1929 من قرية المغار، وقرية المغار تقع جنوب غرب الرملة وجنوب يافا، هي تبعد عن الرملة تقريبا 12 كيلومتر، عن يافا تقريبا 30 كيلومتر. نشأت في هذه القرية عائلتنا بيت حمد، وهي تقريبا ثلث القرية، ثلث سكان القرية من عائلتكم. أي نعم. وكانت من العائلات الكبيرة فيها عائلة الطويل وعائلة الهور. أي نعم. فيها مدرسة ابتدائية صغيرة للرابع الابتدائي، دخلت المدرسة وقد دخلتها قبل سن المدرسة القانوني، وكان ناظرها الأستاذ عبد المجيد الشوة من غزة، وقد أكرمنا دخلني في الصف التمهيدي هكذا يعني، وليس فيها صف تمهيدي. درست فيها للصف الرابع الابتدائي، لكن كان في الرابع الابتدائي لا توجد لغة إنجليزية، وأنا يعني كنت طموح بحيث أني أكمل تعليمي أكثر من الرابع الابتدائي، فانتقلت إلى مدرسة يبنى الابتدائية أيضا. يبنى تقع غرب قريتنا بخمس كيلومترات، فسجلت في المدرسة هناك، واضطريت أعيد الصف الرابع الابتدائي لأنه أدرس اللغة الإنجليزية إلى السابع الابتدائي. كان من مدرسينا مدرس من عصيرة يدرسنا رياضيات، وذكر لي أنه أنا أنصحك أن تذهب إلى كلية النجاح في نابلس، فهي مشهود لها ومعروفة يعني. فوضعت في فكري يعني في رأسي هذه الفكرة أن أذهب إلى هناك، ولكن أيضا كنت أنا بشكل فردي أراسل كلية روضة المعارف في القدس، فكانت تبعث لي المناهج وإيش المطلوب وإيش كذا، فصرت معروف هنا وهناك. يعني هذا لما أنت وصلت الصف السابع. السابع، أي نعم. قبل ما نتكلم عن مراحل الدراسة بدي أرجع فيك شوية لبيئة المنزل، الوالد الوالدة كيف كانت بيئتهم؟ هل كان بيتكم بيتا متدينا بالأصل يعني؟ والدي كان من أشد الناس تدينا، وكان يربينا على التدين هكذا بفطرته الناس يعني، ما في يعني دروس مثل الأيام هذه وكذا وكذا، ولكن على مشايخ القرية. وكانت العائلة تقريبا أربع ذكور وثلاث إناث، يعني كنا سبعة والوالد والوالدة، وكنا نعيش في بيتنا في القرية، لكن كنا في بحبوحة من العيش. والدي نشأ يتيم وورث عن والده كل ميراثه، فلذلك كان يعني عنده ثروة لا بأس بها نسبة يعني بالنسبة لأهل القرية، فكنا في بحبوحة من العيش. وكان الوالد حريص على أن نكون يعني تربيتنا إسلامية. إيش كان الوالد كان يشتغل بالزراعة؟ لا، كان الوالد في يعني ملاك. أي نعم، كنا نملك من الأراضي
بيارة فيها 60 ظلم، يعني من البرتقال والبلانسيا والتفاح والأجاص والعنب وكذا، وكنا أرض مشاع للمزروعات الثانية، القمح والشعير والسمسم وكذا، 40 ظلم. فكان مجموع ما لنا في القرية 100 ظلم تقريبا. ولذلك يعني كنا نعد من يعني أصحاب البحبوحة في العيش في القرية. أي نعم. والدي كان حريص جدا على أن نكون يعني متدينين هكذا بالفطرة. فأنت يعني اكتسبت التدين من البيت ومن البيئة. أي نعم، من هكذا يعني نشأت في هذه البيئة. بيئة المدرسة الابتدائية ثم الأولى ثم الثانية. بيئة المدرسة الأولى ثم الثانية من الصف الأول الابتدائي، فقط الصف الأول الابتدائي كان يعني ناظر المدرسة الأستاذ عبد المجيد الشوى، وهو كان متدين يعني، وكان هو تقريبا في البلد يعني هو الإمام، هو الخطيب، هو كذا. لكن بعده المدرسة ما كان فيها أي نوع من التدين، ولا مدرسة ابنه. ولا يعني أذكر أنه يعني في يوم من الأيام أنه دخل عندنا مدرس وقال يا طلاب تعالوا صلوا، ما في أبدا. أي نعم، يعني كان التعليم كله تقريبا علماني. لكن المدرسين شو كانت أفكارهم في هذيك الوقت؟ المدرسين مثل الناس، ما كنت أشوف واحد منهم مثلا يصلي. كان في عندنا مشايخ أزهر، ولكن يعني كان من الشيخ محمد أبو بطنين، ولو لم يكونوا مشايخ أفضل. أي نعم، يعني هذا الشيخ محمد أبو بطنين كان يلعب معنا كرة القدم، وبالتالي يشرح العلم ويرميها يصير يضرب فيها برجله هيك كرة القدم. أي نعم، فهذه البيئة يعني. يعني مش جدي. لا لا، ما هو جدي ولا شيء. أي نعم. طيب يبقى وصلنا للصف السابع. الصف السابع أنت كان عندك خيار إما تروح النجاح أو تروح القدس. إيه، أنا يعني كنت هاوي أروح القدس، عفوا نابلس، لأنه المدرس اللغة الإنجليزية من العصيرة يعني حببنا في المدرسة. فقلت يعني للوالد أنا أروح النجاح، بينما الروضة كانت أقرب لنا، يعني اللي هي القدس كانت أقرب لنا، أقرب مسافة يعني. مسافة. أي نعم، وأيسر أيضا في الوصول بالسيارات. أي نعم، يعني كنا مثلا نركب من البلد إلى يافا، ثم من هناك إلى القدس، من هناك أيضا إلى نابلس. لكن يعني الطريق كانت كلها جبال وكذا، ذاك صعب يعني. بس كأنك رحت على نابلس أنت شوية. نعم، رحت على نابلس شوية. أسبوع واحد. ما عجبتكش نابلس؟ أي نعم، أسبوع واحد دخلت المدرسة، فكنت أنا يعني جاي على المدرسة مسجل فيها من الصيف أدخل الأول ثانوي بدون امتحان. لكن لما وصلت وسجلت والدي دفع الأقساط ورجع، تفاجأت اللي هو الأستاذ قدر طوقان، كان هو ناظر المدرسة، وكان رئيس المدرسة أديب مهيار. أي نعم، قال أنت لازم تعمل امتحان في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية وفي الحساب. قلت أنا ما بعمل امتحان، فهمتم، أعطينا أساس أدخل بدون امتحان. قال لا، ما بتدخل أبدا إلا غير تعمل امتحان. فتحت الإصرار يعني هذا، وكان في جنبي طالب اللي هو ابن اسمه رياض جودي، ابن مختار البيرة في رام الله، كان أيضا معي. بالتالي أجا والده واللي هو دخل، يعني هو ما هو يعني ما عنده يعني إجازة إنه يدخل أولى ثانوي، بس أنا اللي هو فاجأوني، قلوا أنت يا راسب. كيف راسب؟ قال راسب في الرياضيات. قولوا غير إيش غير الرياضيات؟ قولوا مثلا يعني إنجليزي عربي رياضيات. أنا يعني هوايتي الرياضيات. أي نعم، كنت واثق من نفسك، مش ممكن ترسم. جدا واثق من نفسي. أي نعم، قلت له أنا هوايتي الرياضيات، ومشهور أنه أنا في الرياضيات يعني فلت، ما هو بالشكل هذا. أصروا وأنا أصريت تحت الإصرار هذا. قلت له ما أنا خلاص انتهيت من المدرسة واسمحوا لي أنا أنتقل. حملت فراشي، كان جراج التاكسيات قريب من المدرسة، استدعيت سيارة تاكسي وركبت فيها واتجهت إلى
كلية الروضة في القدس. لوحدك؟ لوحدي. ما خبرت أهلك؟ خبرت أهلي بالتليفون، قلت لهم أنا انتقلت. ليش انتقلت؟ ما بيعرفوا ليش ولا ذاك. بالتالي وصلت كلية الروضة، كان اللي هو رئيسها اسمه كذا الصالح من بيت الصالح يعني أي نعمة، ومديرها من بيت الحسيني. أنا قابلت مدير القسم الداخلي كان اسمه خليل قباني، وقدمت لي أوراق وكذا وكذا، وقلت له معي كتاب منكم. قالوا آه صحيح، يلا أنت روح على رأسا على الأول ثانوي أدخل وخلاص. طيب والدي جاء على أثر المكالمة أنه أنا انتقل بدي أشوف إيش الحكاية. أجا وجدني مسافر على القدس. أي نعم. فقدم لهم الإيصالات اللي معاه وأعطوا له باقي الفلوس ولحقنا على القدس. في القدس أنا لما وصلت دخلت في يعني في الأول ثانوي، هذا اللي هو الأخ من بيت كمال هو من مؤسسي النجاح، كان راكب معنا في سيارة التاكسي في الطريق وإحنا متجهين إلى القدس، وقال لي عجيب أنت طالع، الناس بيجوا الكلية أنت طالع ليش؟ قلت الكلية اللي فيها غش بالشكل هذا أنا ما أقبلها. أينه؟ قال إيش المسألة؟ قلت المسألة كذا وكذا وكذا وكذا. قال طيب تقبل ترجع معايا؟ كنت أرجع وين؟ على الكلية؟ قلت ليش أنا خلص يعني سجلت. قال لا أنا عاوزك ترجع معايا وتواجه قدر طوقان وأديب مهيار بالحقيقة، هذه إحنا ما نقبل بالشكل هذا. قلت خير. قال طيب أنا بس واصل يعني جراج التاكسي وبرجع بأخذك، بنرجع على وين؟ على نابلس. والله أنا بعد ما نزلت أغراضي وكذا وكذا ولا هو جايب التاكسي أخذني ورجعنا على نابلس. أو رحتوا أي نعم. كم كان عمرك تقريبا بذاك الوقت؟ 15 16 سنة؟ 14 سنة. 14 سنة؟ أي نعم. أخذني ودخل عند قدر توقان وأديب مهيار، قال له هذا الولد إيش شو قصة؟ قال له هذا راسب وما أريد يدخل الصف. قال له راسب؟ قال له قلت له طيب جيب دفتر الدرجات. جاب دفتر الدرجات قلت له تفضل شوف، ما هو هنا مشطوب ومكتوب راسب، أنا ناجح لكن أنتم بيدكم مني فلوس مثل رياض جودي. قال مين؟ قلت رياض جودي ابن رئيس بلدية البيرة. أنت أعطاكم 10 دنانير ودخلته في الأول ثانوي وهو راسب، لكن أنا ما بدفع 10 دنانير، يا بدخل بالشكل هذا يا ما بدخل. جاب دفتر الرجال، قلت له الأستاذ اللي هو من بيت الكمال نشوف هاي الدرجة هذه مشطوب فيها ناجح مكتوب راسب. قال أنا عاوز هذا الطالب يرجع الآن للمدرسة. قالوا له مكانه راح، مكانه في الداخل القسم الداخلي راح. هي مدرسة داخلية هذه بتناموا فيها وبتدرسوا كل شيء. أي نعم. قلت أستاذ لا تذهب نفسك معهم، أنا خلاص في مدرسة ثانية تكفلني. مسكني من إيدي قال لي طيب تعال أنت ضيف الليل وتبات عندي في البيت. ما بتبات. رجل محترم. أي لا محترم يعني. أي نعم. الصبح قمت وصليت الصبح ويعني استحيت اني افيق من النوم، فاسحبت حالي وظليت اطالع بالشكل هذا ورحت على القدس، فوجدت الوالد اجاي على النجاح وماخذ باقي الفلوس وتابعني على القدس واقف امام المدرسه مستنى فيك. اي نعم مستنى فيك. قال لي ايش المسير؟ قلت والله المسير صار كذا وكذا وكذا. قال الله يرضى عليك والله. فقال لا خلاص انت. قلت خلاص انا مسجل ومشيت في ذاك. كيف كانت الأجواء في كلية الروضة هاي اللي في القدس؟ عفواً؟ كلية الروضة اللي في القدس كيف كانت الأجواء فيها؟ كلية الروضة في القدس من أولى الكليات الوطنية التي أنشأت في فلسطين، وكانت معروفة بتابعيتها لآل الحسيني، وتخرج منها يعني كثير من شباب آل الحسيني ومنهم اللي هو القائد عبد القادر الحسيني. أي نعم. وكانت مغضوب عليها من الحكومة البريطانية. ليش؟ كانوا في مرة من المرات طلابها طالعين كشافة على البحر الميت وطالعين في مدرسة يهودية على نفس المكان، فصار معركة بينهم
وضربوهم طلاب الروضة وأثخنوا فيهم يعني. فمنها حكمت عليهم المحكمة بإخلاء مدرستهم التي كانت في باب الساهرة موجودة لغاية اليوم. أي نعم. وقالوا خلاص أنتم ما فاستأجروا هم عمارتين في وادي باب الساهرة، حي باب الساهرة، وعملوها كلية روضة المعارف استئناف للكلية القديمة. وهذه اللي أنت جيت عليها والتحقت بها؟ نعم. هي هذه اللي أنت التحقت بها؟ هذه اللي التحقت فيها أنا. أي نعم. كانت في حي باب الساهرة. أي نعم. وبالتالي مشيت فيها لغاية الرابع ثانوي. يعني لما أخذت التوجيهي؟ لما أخذت التوجيهي كانوا يسموه ماتريكوليشن. على النظام الإنجليزي؟ على النظام الإنجليزي. وبفضل الله سبحانه وتعالى ما في فصل أو شهر أو سنة إلا وآخذ فيها الأول في المدرسة. حتى كان في لوحة شرف دائما معلقين اسمي في لوحة الشرف. وجاءت 48 وهي إدارة المعارف قدمت الامتحان، لأنه كان مفروض في 14/5 ينتهي الانتداب على بريطانيا ويرحل الإنجليز. فلذلك كان لابد أن يكون الامتحان قبل 14/5. فقدمنا الامتحان بكير، وكنا دائما نكون في المطالعة، يعني في غرفة المطالعة استدي، والرصاص يدخل من علينا هيك وهيك، لأنه البلد كله كانت طايرة. هذا في عام 1947 تقريبا. 47. 47. أين 40؟ قبل دخول 48. لأنه الإنجليز كان مفروض يخلو في 47. أي نعم. فبقيت هناك. وبالتالي لما خلصنا المدرسة حزمت أغراضي ونزلت على أساس أرجع للبلد. لكن وين أرجع للبلد؟ يعني هذا كانوا دون خرط القتاد مثل ما بقولوا، لأنه المسافة طويلة وأغلبها مستعمرات يهودية. فكيف هذا؟ فنزلت من القدس إلى الرملة. في الرملة حصلت على سيارة لوري محملة تبن ونور. وطالع لوين؟ طالع على المجدل. قلت أنا بركب معكم. ركبت معهم وطلعنا من الرملة. بدل ما نروح 12 كيلو متر لبلدنا، لا، لفينا على باب الواد، ثم على عرطوف، ثم على بيت جبرين، ثم على الفلوج. وصلنا الفلوج في الليل. فما بعرف حد في الفلوج وين نروح، والدنيا صارت ليل وكذا. فقلت ما في إلا غير أروح، يعني أطرق باب المختار. فطرقت باب المختار، قلت له أنا جاي أنا من عندكم. قال أهلا وسهلا تفضل. هذا كان شيء متعارف عليه أنه الواحد بس يروح. أي نعم. في لأنه في عنده مضافة. فدخلنا، قال بدنا نتعرف عليك الشاب من وينه. قلت له أنا اسمي كذا وكذا وكذا. قال لي أنت علي محمود عمك؟ قلت له أي نعم عمي. قال يا ولد هات فراش. جاب فراش، صار لي فراش تحتي بالشكل هذا هيك. يا ولد جيب عشاء، لأنه كان على معرفة مع أي نعم. والله سنة إحنا لسه بنتعشى وكذا، ناكل لقمتين، وإذا بيجي خبر بيقول استشهد القائد عبد القادر الحسيني. أجاكوا خبر استشهاد عبد القادر الحسيني وأنتم بتتعشوا؟ وإحنا بنتعشى. سبحان الله. فما استطعنا نكمل، والكل صار يبكي وكذا ذاك ويترحم علي. الصبح يعني أخذت فراشي وشفنا سيارة تاكسي، نزلت من الفلوجة على المجدل، ثم من المجدل على يبنى. يبنى تركت شنطتي وفراشي في بيت كنت أنا يعني دائما أكون عندهم، وروحت ماشي على البلد. حد ما دخلت أنا على البلد الوالدة صارت الزغرة، إجا سليمان، إجا سليمان، يعني صار كأنه نازل من السماء. حكيت لهم القصة وانتهت المسألة عند هذا الحد بالنسبة للتعليم. طبعا هذه سنوات كانت أو أيام كانت عصيبة، لأنه هذه الأيام هي اللي كانوا العصابات الصهيونية بكرسوا فيها وجودهم، وطبعا مساعدة من الاستعمار البريطاني، والأراضي عمالها بتتاكل شوي شوي. الأراضي بتتاكل شوي شوي،
واليهود بيكثروا شوي شوي وبتجرأوا شوي شوي، ولما قبل بداية ما تبدأ اللي هي ثورة ال 47 48 قطعوا كل الطرق وصاروا يغيروا على القرى المجاورة يحتلوها ويحترقوها وكذا وكذا، وبدأت المعارك بيننا وبين اليهود في تلك الفترة. انت في ذلك الوقت كان تقريبا عمرك يمكن 17 18 سنة. نعم. ما خطر في بالك تلتحق بالثوار؟ عفوا، يعني ما خطر في بالك تلتحق بالثوار في ذلك الوقت؟ الثوار كل الشعب، كل الشعب ثوار، كل الشعب ثوار. يعني احنا اذكر انه اشترينا البارودة بمئة دينار، بمئة جنيه، ها، واشترينا معها، اعطونا معها اربع خمس امشاط فشك بس، كل المشط 8 جنيه. اي نعم. وكنت اخذ هذه البارودة واتدرب عليها على إصابة الهدف وكذا وكذا. صارت معركة بين بلدنا وبين اليهود المجاورين، لأنه كانت البلد على تلة وتشرف على الطريق اللي يصل يعني شمال فلسطين بجنوبها، كل الطريقة تشرف عليها القرية. فصارت معركة، كانوا اليهود بدهم يمروا حياة عمي اسمه سليم، قال ممنوع، ما يصير يمروا، وإحنا كله أيضا ما يصير يمروا، فوقفتوا لهم. وقفناهم. اي نعم. بالتالي جاء الجيش البريطاني وتدخل، فصار اللي هو حياه عمي كله ما بمركوا الا اذا رفعوا الراي البيضاء. اي نعم، رفعوا الراي البيضاء ومشوا. لكن حدثت معركه ايضا. المعركه كيف؟ انه كلنا ما بمروا، هم قالوا لا لازم يمروا. فلما احنا اخذنا خبر انه رايحين يمروا، في واحد يعني كان من اشقياء البلد يشتغل في معسكر الجيش البريطاني، فكان جايب لغم، جابوا اللغم هذا ووضعوه في وين؟ في الطريق. وبعدين بالنسبة للشباب اللي هم معهم البارود ومسلحين كمنوا في جانب الطريق، مجرد ما جاءت القافلة كبس هذا على الزر، طارت المصفحة اللي كانت، وقتل فيها 18 قائد من قواد الهجنة في كانوا رايحين للجنوب فلسطين، هم اللي ذكروا هذا. لكن بعد هذا بعثوا لنا خبر انه القريه راح نمحيها، ما نخلي فيها ولا بيت. اي نعم. بالاخر سقطت القريه في ايديهم. بالاخر سقطت ذاك، لانه كل ما كان في المنطقه، عند لكم القرى عاقر، كان اسمها اكير، زرنوقه، منها اللي هو الأخ موسى أبو مرزوق، لا مش موسى، الأخ اللي هو أسس الجهاد الإسلامي، شو اسمه؟ دكتور شقاقي. شقاقي. أي نعم. دكتور فتحي شقاقي. فتحي شقاقي منها. جنبها القبيبة، جنبها يبنى، يبنى كانت أكبرهم، جنبها إلى الجنوب بشيت، بشيت جنبها إلى الشرق قطرة، قطرة بجنبها إلى الشرق الشمالي شحمة، بلدنا في النص. فلما صارت المعركة، أول بدأت المعركة في يبنى، سقطت يبنى اللي هي كانت أكبر قرية في المنطقة، بعدها بشيت. احنا شفنا الدخان هو طالع من قرية بشيت عب السماء، فبالتالي جاءت المصفحات وركزت حول البلد. حصروكو اي على قريتنا. اين فقلنا احنا ما في فايده، يعني لازم الحين الرجال يطلعوا، والعفو النساء والاطفال يطلعوا، ويبقى المسلحين. بقي في البلد من كل القرى هذه تجمعوا 60 واحد مسلح، وكل واحد مع 10 12 فشك، ما فيش معهم شيء. لكن فيش توافق، يعني هم هذول معهمش الا هالاشياء البسيطه، والمقابل العدو عنده كل التسلح، عنده كل شيء، عنده كان مصانع اسلحه، يهود كانوا يصنعوا اسلحتهم عندهم في مصانع اسلحتهم في الارض المحتله. اسمع، اسمح لي اخي محمد، ناخذ استراحه قصيره وبعدين بنكمل ان شاء الله. خير ان شاء الله.
استاذ ابو محمد، كانه الفوج تبعكم اللي تخرج من كليه الروضه كان اخر فوج بعمل الماتريكوليشن، لانه اجت النكبه وراحت الناس. اخر فوج عمل ماتريكوليشن في كليه الروضه. اي نعم. وفي جنبها كانت كليه الابراهيميه وكليه الرشيديه والكليه العربيه، ايضا كانت هذه اخر افواج فيهم. والكلية الوطنية في رام الله. اجت النكبة وشتتت شمل الناس. اي نعم. وين رحتوا انتوا؟ شو صار فيكم؟ احنا كل واحد راح لبلد. بس انت بلدكم سقطت راحت. لا لسه في تلك الايام ما كانت ساقطة. سقطت فيما بعد بحوالي يمكن شهرين. 14/5 سقطت. اي نعم. انا كنت واصل البلد وإلي تقريبا شهرين يعني. 14/5/48 هذا. اي نعم. هذه يعني قعدت في البلد شهرين وبعدين سقطت. اي نعم. هذا. وين هاجروا اهلكم؟ وين رحتوا؟ والله بعد المعارك اللي صارت مع اليهود اهل البلد قرروا يطلعوا، خصوصا لما سقطت كل القرى اللي حول البلد، فخرجت البلد. خرجنا الى قرية عجور شرق. اليهود كانت خطتهم انهم اذا ارادوا يحتلوا بلد يخلوا باب مفتوح مشان الناس يطلع منه. هم بدهم يهجروا الناس. بدهم. طب الناس ما فكرت تضل قاعده؟ يعني زي مثلا بعدين في 67 الناس ظلت قاعده ما طلعتش، ليش في 48 الناس طلعوا؟ ليش؟ لانه اللي هي مذبح الدير ياسين هذه اخافت البلد كلها، وما في حد دافع عن البلد، ما في حد دافع عن النساء والحريم والأطفال. الناس ما في عندهم أسلحة. إحنا لما اشترينا البارودة اشتريناها بمئة دينار وفي معها 20 فشكة، لا 25 فشكة تقريبا. طيب. جاتكم أخبار مذبح الدير ياسين فالناس هلعت. الناس يعني مذبح الدير ياسين أوجدت الهلع في قلوب الناس. كأنها كان مقصود إنها تعمل. كان مقصود هذا. أي نعم. وخصوصا حسن سلام استشهد، عبد القادر الحسين استشهد، ابراهيم ابو در استشهد، كل القادة المعروفين في الميدان استشهدوا. قبلهم استشهد الاخ اللي هو عبد الرحيم الحاج محمد. اي نعم. في سنة 36 من ذي النابي. اي نعم. فالبلد يعني صفيت بدون قيادات، والبلد صارت يعني ناس شعب اعزل ويهود متسلطون عليهم يريدون ان ما يخلوا واحد في البلد. يبقى انتوا طلعتوا ورحتوا على عجور. اي نعم. بيتنا في عجور ليله. اي نعم. ثم في الصباح كملنا الطريق الى الشرق، وصلنا الى وادي العروب. ما كان مسكون ولا شيء. فاحنا اول 3 ايام نصبت في مخيم العروب. هذا مخيم العروب اللي جنب الخليل. الموجود اليوم. اي نعم. مكثنا في العروب 3 شهور، لكن عمل ما في. فلذلك قررنا، يعني اخوتي قرروا، الوالد، ان ننزل خلف الجيش المصري بعد المجدل. فجبنا لوري وحملنا فيه نص العائله، يعني احنا وواحد من اولاد عمنا ودار عمي الباقيين بقوا هناك على اساس انه يرجع لهم اللوري وياخذهم. وصلنا الجوره واذا بالكبس نزل ضرب. اي نعم. قذف. اي نعم. الاسرائيليين بداوا يقصفوا. اي نعم. بداوا يقصفوا على الجيش المصري كله. اي نعم. فصرنا احنا والجوره والمجدل والجيش المصري كلنا متوجهين الى الجنوب، لغايه ما وصلنا منطقه معسكر البريج. نزلنا في معسكر البريج ونصبنا الخيام وجلسنا في قطاع غزة. هذا في صار في قطاع غزة. دار عمي انقطعوا، ظلوا في العروب لليوم. لكم أهل الآن في العروب لليوم؟ أي نعم. ظلوا في العروب وما استطاعوا أنهم يلحقوا فينا، وإحنا صرنا في منطقة غزة في معسكر البريج. بالتالي أعطونا الخيام مشان اللي هم الأنوروا ومش عارف إيه وذاك، ومكنا في البريج. أنشأنا أنا وأخونا محمد علي حمودي، تعرفوه أبو حسني حمودي، أنشأنا
الشاعر. أول نواب لمدارس اللاجئين هيك تطوعا منا. قبل ما نتكلم عن المدرسة اللي أنشأتوها بدي أسألك أبو محمد، يعني أنتوا كنتوا أصحاب أملاك وما شاء الله ربنا معطيكوا، وفجأة أصبحتوا لاجئين، لا شيء لا شيء، كل أملاكوا راحت، كله راح. أي نعم. شو كان شعور الوالد والوالدة؟ الوالد كان مجمع شوية فلوس، مجمع شوية الفلوس من شان إلي أنا أروح أكمل تعليمي. فلما صار بالشكل هذا هيك صار ما في لا تكمل تعليم ولا شيء، بده ينفق على العائلة، العائلة 22 نفر يعني مش هذا. وإخوتي صاروا يشتغلوا، كان في عندنا عرباية مجهز يعني جوز خيل هيك، يشتغلوا عليها وكذا ويعيشوا بالشكل هذا. أي نعم. في هذه الفترة كان أول تأسيس يعني لمدارس اللاجئين في المخيمات. وأول مدرسة أسستوها أنت وأبو حسني؟ أنا وأبو حسني وبعض الإخوة هناك، وكانت عبارة عن أكشاك أو عبارة عن أيضا حلقات من الحجارة. حجارة بس يعني أنه هذه إشارة، هذا طلاب أولى ابتدائي ثاني ابتدائي كذا وكذا وإلى آخره. بقينا في المدرسة هذه 3 سنوات. لا أنا بقيت سنة ونص بس، ثم انتقلت ناظر مدرسة في النصيرات، لأنه تصور منطقة غزة على كبرها ما كان فيها يعني سوى أنا مع إيماتريكوليشن وأبو حسني حمودة مع، لا مع صب مترك، ما كان مع إيماتريكوليشن. الصب مترك يعني لسه قبل المترك. الماتريكوليشن معناها الاجتياز إلى التعليم العالي، الصب ماتريكوليشن أقل يعني نهاية المرحلة الثانوية. أي نعم. وبدأت بالتالي مدارس اللاجئين. في المدرسة الأولانية المدرسة كانت لها اللاجئين، لأبناء اللاجئين يعني. لها اللاجئين. وفي مدرسة النصيرات أيضا للاجئين. هنا في مدرسة النصيرات الحقيقة يعني كان في إن نشاط ملحوظ وجهد كبير، بحيث إنه يعني استطعنا إنه نبني مدرسة من اللبن. 14 حجرة، وكان في حجر أيضا من أكشاك الجيش البريطاني، فصار المدرسة فيها 2500 طالب و50 فصل و36 مدرس. هيك كانت المدرسة لما استلمت أنا، كانت بالشكل. منين جبتوا المواد اللي بنيتوا فيها؟ متوفرة؟ نعم. طين من الأرض. طين؟ طين، لبن طين. الطلاب هم أنفسهم يعملوا قوالب الطين ورصوها وده. وبعدين جبنا بنائين وجبنا الحجارة نجمعها من البر، الطلاب بيطلعوا يجمعوا الحجارة من البر اللي هي الردم تبع الجيش البريطاني، أعطونا لواري تحمل هذا وتودي للمدرسة. كان في عندنا بنائين حوالي 3 بنائين، وبعدين الطلاب كلهم اللي يشتغلوا كعمال. أي نعم. يعني منك وفيك وأنتوا عملتوا كل شيء. كل شيء. وكيف ثقفتوها؟ قصة، هذه لها قصة. أي نعم. في جنبنا كان في مساحة من البر، وفي وسط هذه المساحة في عجلة مدحلة، مدحلة بيساوي فيها الأسفلت كبيرة مرمية لوحدها يعني وثقيلة وكبيرة. فأنا جبت تقريبا حوالي 100 طالب، وبالتالي جبنا حبلين تخان، من هنا حبل من هنا حبل، هنا 50 طالب وهنا 50 طالب، واسحبوا يا أولاد جروا. سحبوا المدحلة. سحبوا المدحلة، وصلوها لباب المدرسة، مدخل باب المدرسة أسفلت، وكان الحاكم الإداري أهدانا براميل زفتي فارغة حوالي أكثر يمكن من 100 برميل أو أكثر. في جنب المدرسة في سنكري، قلت تعال يا شو اسمك، والله ما أعرف، حداد يعني هذا سنكري افتح لنا هذول، اعطيته 5 دنانير فتح لنا اياهم كلهم، وبالتالي صرنا نحطهم في باب المدرسه برميل 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 برميل، ونجيب المدحله نحطه هنا، وتعالوا يا طلاب اسحبوا من هنا 50 من خد، اسحب اسحب اسحب، تطلع المدحله على وين؟ على البراميل هذه تعملها الواح زينكم. اي نعم. وفيها سخفنا المدرسه. هذه احسن من الواح زينكم، سميكه هذه. سميكه جدا. بس ثقيلة. أيوه ثقيلة صحيح. أي نعم. وهكذا أتممت بناء المدرسة كاملا. نعم هكذا أتممتم بناء المدرسة.
14 حجرة، والباقي كان حجر من أكشاك الجيش البريطاني. وكانت المدرسة فيها 2500 طالب و36 مدرس و50 فصل. فلذلك كنا نضطر أنه فوج الصبح وفوج بعد الظهر، المدرسين 36 ما بيطلع، فلذلك كانوا يقسموا على ثلاث أفواج، فوج الصبح، فوج وسط النهار، فوج في الفئة. مين كان ينفق عليها المدرسة؟ الأنروة؟ المدرسة وعدوات هو في إيش بده ينفق عليها؟ يعني فيش إلا غير رواتب المدرسين، وكان رواتب المدرسين من 4 جنيه لغاية 8 جنيه. أنا كنت ناظر المدرسة وكان راتبي 8 جنيه، هذا هو. أي نعم. بس 8 جنيه هذاك الوقت كانوا يعملوا إشي كثير. اللي هو اللي كان عنده 8 جنيه يعني معناه هذا أبو زيد خاله. أي نعم. ففي هذه المدرسة استمريت 3 سنوات. كيف نعم. كان الجو الثقافي في المدرسة؟ أنتم كمدرسين في بينكم كان أجواء سياسية ثقافية؟ شو كانوا الناس يتكلموا؟ عن إيش كانوا يتكلموا؟ تستغرب إذا قلت لك إنه المدرسة هذه اللي بنيت بالشكل هذا واللي فيه هذا العدد من الطلاب والإمكانيات هذه كانت تأخذ الأولى في الشهادة الابتدائية العامة في المنطقة. يعني مثلا أنا بدي أخلي الطلاب يدرسوا، لكن الطلاب ما في عندهم إمكانات في البيت يدرسوا. أي نعم. فأنا جبت يعني غرفة كبيرة، وبالتالي اشترينا لوكسات اثنين كبار، وألزمت الطلاب أنه يجوا في الليل يطالعوا في الليل يعملوا وظائفهم كذا وكذا في الليل، وبدهم يروحوا يطلعوا طابور من المدرسة، طابور اثنين اثنين اثنين، يروحوا أول شيء لآخر بيت يوصل آخر طالب، وبالتالي في الرجوع يكملوا يكملوا. أي نعم. هذه فبطل في عذر عند الطالب يقول أنا ما عنديش كهرباء ولا ما عنديش لوكس، بيجي بدرس في المدرسة وبروح. لا، إلزامي. بالصف النهائي اللي هو السادس ابتدائي إلزامي، يعني كل واحد لازم يجي حتى لو في بيته ده كهرباء لازم، لأن أنا كنت يعني الشهادة إذا تغيبت ولد معناه الباقي بتغيبوا، إذا لا خلي الكل يجي. حتى ابن خالتي تأخر يوم، ثاني يوم تعال لليوم موجود في الكويت، اسمه خميس حمدان، ليش امبارح ما جي؟ قال لي أستاذ في بيتنا، قلت في بيتكم بالضبط، تعال جاي مدوا فلكة. شايف كيف؟ أكل فلكة على رجليه وبعدها خلاص اشتكى للوالدة هناك، قلت لهم لازم يجي. سامحك ولا ما نسيلكش يعني؟ أي نعم. فهكذا كان الطلاب كانوا يحلوا مسائل الحساب والجبر على الأرض بالطباشير على الأسفلت. أي نعم. الطلاب اللي في الابتدائي كل 4 معهم كتاب قراءة واحد مطالع يعني. الطالب لما ينسخ الدرس لازم إجباري ينسخ بالقلم والرصاص، مو بحبر ولا شير بعضه. ليش؟ مشان إذا امتلأ الدفتر يمحيه ويرجع يكتب مرة ثانية. يا سلام، يكتب من أول وجديد. يكتب فيه من أول وجديد. ولا كيف؟ منين يجيب؟ ما في معه فلوس. بس زمان كان المدرس محترم، يعني كان المدرس له هيبة. نعم، مدرس كان تقريبا مطلق الصلاحية في الصف، يعني ما في حد يعني يجي الأب لك اللحم إلى العظم، ما في يعني بالشكل هذا. أي نعم. فاستمريت في المدرسة هذا أنا كمان 3 سنوات. صار في مشكلات بيني وبين الإدارة، يعني كان المدير يعني مدير المعارف اسمه خليل عويضة شيوعي، وكان نائبه مساعده محمد عيد من زرنوقة بلد فتح شقاقي. أي نعم. كانوا علمانيين ويعني سايبين المسألة. جيت لقيت المدرسة مش مسألة فوضى، مسألة يعني سوء أخلاق ما تتصوره، فساد في المدرسة. أي نعم. فلما جيت أنا مسكت المدرسة مسكتهم بالشدة بالحزم، يعني في طلاب كثير فصلتهم، يعني ما حد يقول ليش فصلت، افصل مع السلامة ما تيجي، يجي أبوه يقول له خذ ابنك وروح، ما في عندي. المدرسة استقامت بالشكل هذا يعني لغاية أنه في مثلا بعض طلاب لغاية الآن أذكرهم اسمهم من بيت حجازي رملاويين، هذول يعني شذ خلقيا شوية، فجبته وعلقته في عمود الباسكتبول
وخليت الطلاب يمروا ويبصقوا عليه كلهم. بعدين كان في اللي هو المضمن قال له استاذ هذا الحين خايف يموت وهو معلق بالشكل. قلت طيب نزله، نزلته ثم الله مع السلامه. هذا كان شد، كانت يعني شديد كثير. هذا لو في مدرس بعملها اليوم بصير شو بعمله فيه. طيب انت متى تعرفت على الاخوان المسلمين؟ بدات في 46 47 يعني كان عمرك تقريبا 17 سنه يمكن. عندما كنت يعني طالب في كليه روضه المعارف فزار المدرسه عندنا الاستاذ سعيد رمضان اين والقى فينا خطاب، واعجبنا بذلك الخطاب كثير حتى انه ما كنا يعني نسمع يعني افصح من هيك في الخطاب. فهذه اعطتني فكره عن الاخوان المسلمين. لما ذهبنا الى مصر كان من برنامج الرحله ان نزور الامام حسن البنا في مركز الحلميه. هي الرحله اللي رتبوا لكم اياها للقاهره اللي رتبوها اخوان مصر ولا انتم رتبت ولا رتبوا لكم اياها المدرسين؟ ولا كنا نعرف اخوان مصر ولا شيء. هو اللي رتب لنا اياها اللي هو وزاره المعارف، وزاره التربيه في مصر دعت المدرسه عندنا، وجهت دعوه للمدرسه واحنا لبينا الدعوه ورحنا ضيوف. انتم ضيوف على وزاره المعارف المصريه؟ اي نعم. لكن بالتحصيل الرحله تعرفتوا على الاخوان؟ تعرفنا لانه احنا يعني من زياره الاخ سعيد رمضان لنا في المدرسه يعني صار عندنا تشوق مشان نتعرف على الاخوان. فزرنا الإمام حسن البنا في مكتبه في المركز الحلمي مركز الإخوان، وفي تلك الزيارة حدثنا عن فلسطين وعن رغبة الإخوان في التطوع لفلسطين، وأشار إلى صندوق كنت جالس عليه أنا كبير، قال شوف يا أبنائي هذا الصندوق مملوء رسائل كلها تطلب التطوع للجهاد في فلسطين. مصريون كتبوا رسائل لحسن البنا يطلبون تطوع في فلسطين. اي نعم. قال هذا الصندوق مليان هذه الرسائل. ثم بعدها صار اللي هو المحاضره، محاضره الثلاثاء، كان له كل يوم ثلاثاء محاضره مفتوحه، فحضرنا المحاضره. لكن انا يعني بصراحه ما شفت يعني او ما سمعت يعني افصح من هيك شخص في الخطابه او طلاقه اللسان او الاستشهاد بالقران الكريم. وكان الحضور ملأ الساحات والطرق كذا وسكر كل شيء. أي نعم. هذه كانت أول تعرفنا على الإخوان. المرة الثانية عندما وصلنا في الهجرة لمعسكر البريد كان في هناك معتقل للإخوان مكتوب عليه سرب من كوماندوس. وإذا بهم الإخوان اللي كانوا جاءوا في حرب ال 48 ايوه، وبالتالي يعني الحكومه المصريه اغتالت اللي هو الامام حسن البنا واعتقلت كل الاخوان اللي كانوا موجودين وين؟ في فلسطين. واعتقلوهم وين؟ في كانوا معتقلين في غزه؟ في قطاع غزه. اي نعم، في هذا المعتقل في معسكر النسيرات عرفنا عليهم وعرفنا انهم الاخوان ليش من أخلاقهم. يعني كيف كان منهم مثلا المخيم كله في حنفية مية واحدة، وتصور الناس لما يهجم على المية هذا مع تنكي هذا مع جرة هذا مع كذا ويصير هجوم. فكانوا هم يخرجوا يرتبوا الطوابير هذه، النساء لحال الرجال له واحدة، وبالتالي هم يملأوا للنساء جرارهم وأواليهم ويخلوا بالتالي الرجال على الدور. وعرفنا انهم الاخوان. ثم كان هناك في جنب المخيم هذا كان في قسم خاص للايتام والارامل، فكان هؤلاء الشباب اللي هم المعتقلين بياخذوا من اكلهم من راشنهم بعثوهم لوين؟ يعطوهم للايتام والارامل، كان اسمه مخيم الارامل. فمن هنا يعني صارت اللي هو الفكره عن الاخوان المسلمين. يعني بالرغم من أنهم معتقلون لأنهم كانوا في خدمة الناس. هي في خدمة الناس وأكثر، والناس عرفوا عليهم من هناك. أي نعم. ولذلك الناس يعني كثير ندموا عليهم لما يعني شافوهم رحلوهم وكذاك. الناس يعني كانوا متعلقين فيهم. وين ودوهم بعدين؟ رجعوهم على القاهرة؟ أخذوهم على القاهرة على المعسكر الهاكستب مش عارف إيش وكذا، يعني خلوهم معتقلين.
لكن أيوة. انت متى عرض عليك انك تدخل في الاخوان؟ هنا انا جاي هذا. اول سنه ذهبت ناظر مدرسه للنصيرات، واذا بشخص بدوي جاي على المدرسه عندي لابس بالطو جيش كم هيك من البرد، واجى دخل عندي مباشره على الاداره واعطاني مجله ايش؟ مجله الدعوه. مجله الدعوه هي تصدر عن الاخوان في القاهره. في القاهره. بقرا فيها انا، اجى ربط على كتفي هيك، قال ان شاء الله بنشوفك داعيه مثل الاستاذ كامل الشريف. انت كنت تعرف كامل الشريف في ذاك الوقت؟ لا ما كنت تعرفه. ما كنت، بعدين صرت تعرفه، وبعدين يعني انقلته من ورطه كان متورط فيها مع الشيوعيين في منطقه غزه. وذكرت هذا فيما بعد. طيب تحكي لنا اياها القصه هاي بعدين ان شاء الله. هذه القصه كيف صارت؟ بالطبع بعد تقريبا اسبوع وزارني في المدرسه اربع اشخاص، اللي هو الاخ يوسف عميره رحمه الله، والاخ موسى نصار الان موجود في عمان، والاخ حمدان الزوايده، والاخ منير عجور. يجوني على المدرسه، وهم اللي طلبوا مني اني انضم للاخوان. قبلها كان زارني في المدرسه الاخ ظافر الشوى، وظافر الشوى كان مسؤول عن جمعيه التوحيد وعامل جمعيه وله اتباع يعني، وكان الاخوان اللي في غزه اغلبهم منضم في جمعيه التوحيد كغطاء. اي نعم. فجوني وطلبوا مني صراحه انه انضم للاخوان. قلت لهم حاضر. طيب احنا راح نيجي عليك يوم الخميس الجاي ان شاء الله. اجوني يوم الخميس الجاي، كنا صلينا العصر مع بعض جماعه، وقلت لهم خلص اعتبروني انا ان شاء الله. وبديت ايش؟ بديت ادعو للاخوان في داخل طلاب المدارس. كيف كان الانضمام للاخوان؟ كان في بايعه؟ بايعتهم؟ نعم. كيف يعني كان الانضمام؟ شو عملت لما انضميت؟ بايعت؟ ولا شيء ابدا، بس انا يعني خلاص صرت اخوان، اعتبر نفسي من الاخوان، وبقيت ادعو للاخوان في بين الطلاب والشباب اللي موجودين. وبالتالي انتقلنا عملنا بنايه شعبه في جنب المدرسه، ولليوم موجوده كمركز. وعملنا مسجد في جنب المدرسه، ثاني مسجد هو المسجد الثاني في معسكر النصيرات. المسجد الاول كانوا الناس يصلوا في مسجد بسموه الكلبوش، يعني عبارة عن مكان قديم للجيش البريطاني. صار المسجد هذا أيضا يؤذن فيه، وصارت الشعبة بالنسبة للإخوان، وبدوا الشباب ينضموا بالشكل هذا. لا بعرف مركز عام، ولا بعرف مرشد، ولا بعرف أي ولا أي شيء إلا غير أنا الأول المراقب ونائب الشعبة ومسؤول الإخوان وكل شيء. الكل في الكل. الكل في الكل. بقيت لهذا لغاية ما هاجرنا وطلعنا إلى الكويت. طيب اسمح لي هوني بدنا نوقف، انتهى وقت المراجعة هاي، ونكمل في المراجعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقنا.